أدى وليد دماغه سيد مولاي إبراهيم المولاي إبراهيم اليوم زيارة للتفقد والاطلاع على عدد من المؤسسات الخدمية بمناسبة بمدينة سيلباب. وكانت المحطة الأولى مركز الاستطباب الجهوي، حيث تجول في مختلف أجنحة المستشفى من الحالات المستعجلة إلى قاعات الحجز والاستشارات والمعاينة، حيث تلقى شروحا وفئة عن طبيعة الأجهزة والطواقم العاملة ومختلف خدمات هذا المرفق الصحي. كما أدى السيد الوالي زيارة لمركز سجل السكان والوثائق المؤمنة، حيث طلع على ظروف سير العمل وتلقى شروحا عن إجراءات تسجيل ومعالجة تعقيدات منح الجنسية، وأعطى تعليماته بضرورة العناية بالمواطن ووضع حد نهائي للتسويف والمماطلة. المحطة الثالثة من هذه الجولة كانت فروع الشركة الموريتانية للكهرباء والشركة الوطنية للماء وشركة سوماغاز، حيث طلع والي دماغ في كل هذه المؤسسات على ظروف العمل واستفسر عن مكامن الخلل في الأداء، وأعطى تعليماته بأهمية التسامح مع المواطنين وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن. وفي ختام الجولة أكد والي قديماغا أن هدف هذه الزيارات الميدانية هو متابعة سير العمل في المرافق الخدمية والمؤسسات العمومية. فعلا بدأوا المرافق يتجاوبوا مع هذا الخطاب القيم، وبدأوا المواطنين أيضا يشعروا بأن فم فعلا توجيهات جبروا أصداءها على الميدان وعلى الخدمة. وطبيعة الحال العملية فيها تحسينات مبارك معها على مستوى الجانب الصحي، على سبيل المثال في مستشفى سيلي بابي فمش من النواقص، ولاحظنا أن المدير أنه مجاوب معهم، وعلى أنه اللي ذاك اللي فهم النواقص أنه لا يتعاطى، وإحنا معاه بشكل مستمر مع الجهات المعنية من أجل تذليل الصعاب اللي فيه. كذلك بالنسبة خدمات الضوء والماء وخدمات اللي متعلقة بالحالة المدنية وتوفير الغاز، هي كامل نشاطات حيوية يومية تحتاج أن المواطن يعود في مستوى عالي من توفير خدمتها. وهذا هو اللي جعلنا اليوم نعد بالزيارة من أجل أن نطلع فعلا أن بدأ فيه تجاوب حقيقي من خلال هذه التعليمات السامية اللي أعطاها فخامة رئيس الجمهورية.